طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنور فتح الرحمن أحمد دفع الله. اليوم الأحد 3 يونيو 3/6/2018. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مس كافيه أنجلو ويليا فينا تونا كيراوي أرسلنا جنة مور ما نبو سري ناغمينا سري ناغرو بيلا جردل بلدل لونغ فليك أمون ماريون مادي جاندي مير نكي أجمو تشيباك سينكراج كدوال موس التير أجلو مرحبتين حبابكم عشرة بلا كشرة كفو ليكم زول تارلو إما سوق كاقل لاقا 28 تحية سودانية، 28 تحية سودانية كلها بتعبر عن السلام وعن الحب. 28 تحية سودانية كان لما يناهم ضمن مشروع بتاع تيدكس خرطوم Knowledge into Action 2013. الأخت مهل فكي الرائعة جدا، يعني لمت التحية السودانية ب 28 لهجة مختلفة. والكلام ده موجود في كتاب اسمه Knowledge into Action. الكتاب ده كان واحد من الحصيلة بتاعت مؤتمر تيدكس خرطوم 2013. والحمد لله انه وقت التحية دي جاء الواحد استخدمها in the most meaningful way، في اكتر حاجة ممكن تعبر عن حملة الامل اللي هو الرمزي بتاعنا، القلب الضمير والمحبة المحتاجين احنا في السودان عشان نمشي لقدام. الحقيقة الفيديو ده انا عامله اللايف ده مخصوص للرد على بعض الاسئلة الوردت في الايام الفاتت. اخوانا ان احنا عملنا الجروب بتاع اصدقاء انور دفع الله على اساس انه اي شخص داعم للحملة وداعم لترشحه لرئاسة الجمهورية، داعم للتغيير في السودان، ممكن يجي ونتضامن ونشتغل مع بعض عشان نبني البرنامج الانتخابي. فبدل لما الناس تكون قاعدة في المكان السلبي وبتقول لك البرنامج بتاعك الانتخابي شنو، انا بقول للناس تعالوا انضموا لطاولة الحوار، تعالوا انضموا لطاولة اخذ القرار، وتعالوا نبني البرنامج الانتخابي سوا. اول استطلاع عملناه ونحن في الحملة الانتخابية في المجموعة دي لما كان عدد الناس اقل من 2000 نفر بشوية او 2100 نفر، كان استطلاعا ما هي اكثر المشاكل في السودان الحاحا، يعني المشكلة لو دارين نبدا الليلة دي نحل المشاكل في السودان، اكثر مشكلة شايفينها دامجينج، اكثر مشكلة عاملة ضرر في السودان شنو. وطلع التيرن اوت ان المشكلة بتاعت الفساد عامل ضرر كبير جدا جدا. وقلنا الكلام ده انه منطقي لانه الفساد مشكلة مركبة، الفساد بيحرمنا العلاج الكويس، بيحرمنا التعليم الكويس، بيحرمنا الاكل الكويس والشراب الكويس، بيحرمنا المواصلات الكويسة، بيحرمنا حقوقنا كمواطنين بصورة متساوية. فالفساد مشكلة مركبة وفعلا يعني اصاب الاعضاء والاصدقاء بتوعنا المجموعة لحبلة الامل في انه يحددوا ويشخصوا المشكلة بتاعت الفساد إنها هي المشكلة الأولى. طبعا يا عودي عليكم السلام، مرحب بكم جميعا، وبهديكم 28 تحية. ممكن ترجعوا للفيديو ده من بدايته وبعدين تشوفوا 28 تحية. أنا يعذرني الناس يا أخوانا من المناطق المختلفة في السودان لو كنت ما نطقت البرونانسيشن بتاعي ما كان صحيح للنوع بتاع التحية، لللفظ بتاع التحية زي ما هو. لكن صدقوني بكل محبة وبكل إخلاص أنا نفسي أتعلم كل لهجات السودان وكل لغات السودان وتواصل مع كل زول في السودان، لانه دي حاجه اساسيه. نحن اخوانا بنتعلم لغات اجنبيه، بنتعلم لغه انجليزيه وصينيه وتركيه وايطاليه وفرنسيه، وما بنكون عارفين الحد الادنى اللي بيخلينا يعني نتكلم ونحيي بعض بتحيانا المختلفه. عشان كده قلنا انه في لغه من اللغات الجديده اللي اضيفت للغات السودان غير اللغات العربيه والانجليزيه، في لغه اسمها لغه السلاح، لغه الطلقه، انه الاخ واخوه السوداني بيتفاهموا ما بينهم بواسطه السلاح، ما بيقعدوا في الواطاء ويحلوا المشاكل بتاعتهم. الكلام ده شفناه من سنة 54 من أول تبرد حصل في ضد الحكومة المركزية لحد الآن مستمر وحيستمر لو ما أخذنا زمام المبادرة. يا أخواننا الزمام بتاع المبادرة لازم ناخده أن إحنا ما نقعد نستنى نتطحب لحد ما تجد الانتخابات ويكون قدامنا خيار ولا خيارين ونقوم نقاطع وبالتالي نكرس الأمر الواقع. يا أخواننا الفساد والظلم وكل المشاكل الحاصلة لنا دي في كثير من الأحيان لو أن إحنا يعني انتقدنا نفسنا بصدق بنلقى إنه إحنا ما عملنا حاجة تجاهها.
احنا قاعدين في البلكونه وقاعدين نهوهي ونكورك، ما قاعدين نعمل حاجه قصاده. لو ما عملنا حاجه الامور ما حتتغير، ما في حاجه بتتغير برا. فنحن اسيدي ماخذين زي ما المبادره بحمله الامل، وقلنا انها حمله بتاع التغيير وتغيير في اعلى المستويات، وانه احنا اخواننا ما حنخلي مصيرنا يحددوه غيرنا، احنا بنحدده. وانه احنا اخواننا يعني كلنا شباب، كلنا بنحب البلد، وكلنا دا نشتغل بافضل ما عندنا. اي زول كان عنده سؤال في الفتره اللي فاتت طرحه، انا قلت مستعد في حاجه اسمها ايفنت انا عامله اسمه سيره ذاتيه عن انور ضفع الله. اي حاجه من قرايتي، اتولدت في بور السودان وقريت فيها كل المراحل لحد ما تخرجت من الحكوميه، دخلت كمبيوتر مان قعدت فيها شويه، طلعت منها مشيت الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في اسكندريه، تخرجت منها مهندس بتاع كمبيوتر، عملت الماجستير والدكتوراه في كوريا الجنوبيه. وما بين كل اللحظات بتاعت الدراسه دي كان في انشطه كثيره شاركت فيها عشان اخلي اسم السودان يعني عالي خفاقا. اشتغلت في جامعه الزعيم الازهري، في كليه جاردن سيتي لحد ما بقى الجامعه، في جامعه السودان علوم والتكنولوجيا، في جامعه النيلين، وتعاونت مع معهد المصارف اكاديميه المصارف. اشتغلت في جامعه الملك فيصل في السعوديه، وعملت ريسيرش في كوريا طويل جدا لمده 7 سنوات، وتعاونت مع مجموعه بحثيه في جامعه جورج واشنطن في واشنطن العاصمه، ودرست في السعوديه كما اسلفت، والان بدرس في جامعه في قطر. فالكلام ده كله يا اخوانا دي سيره ذاتيه. اي زول دار يعرف اي حاجه، ما كنت منتمي لحزب سياسي، ما عندي انتماء سياسي، بشوف انه السودان ده بلد بيستحق افضل بكثير جدا من الاوفر اللي قدموا له السياسيين. السياسيين ما قدموا يا اخوانا الحاجه الممكن تتقدم، الحاجه الممكن تتقدم اكثر بكثير جدا جدا. بكل اسف انه السياسيين بتوعنا ده شافوا ناس قروا في امريكا، وناس قروا في اوروبا، وناس قروا وين وين وين، والواحد اول ما يحصل مشكله ولا بتاع طوالب طلع جوازه البريطاني ولا الامريكي ده يبقى مارق بيه. بعد ما ورطنا ان احنا كشعب كمواطنين سودانيين جوازنا السوداني ده يعني يقولوا مرمغوا بيه والتراب. فيبقى يا اخواننا ان احنا ممكن ندي افضل من الحاصل ده بكثير جدا جدا، لو الزول المناسب، لو الشخص المناسب، الزول المناسبه جات في المكان المناسب. دي حاجه لازم نكون مقتنعين بها، لكن لازم نقتنع برضو بانه لو ما ان احنا تقدمنا وهاجمنا السياسة قاعد تهاجمنا في الحتة اللي احنا قاعدين فيها. قال لابني سوداني قاعد في اقصى قاص الارض، يعني قاعد في حتة بعيدة جدا جدا. قال لي يا اخي رسلوا له ناس البنك بتاعه ايميل، قالوا لي يا اخي احنا حنقفل حسابك بتاع البنك. ليه؟ لانك انت سوداني. قال لهم يا اخواننا يا اخي انا فارقت السودان ده وما عندي معه علاقة. قالوا والله ما بنعرف جوازك سوداني ده، خلاص الله معك، البنك بتاع حساب بنقفله. فقلت لها ابن الحلال، قلت لها احنا بنمرق من السودان، لكن السودان ما بيمرق مننا. دي من ناحية عاطفية، والحكومة السودانية بتلاحقك في أي حتة انت قاعد فيها. فبالتالي unless we fix the government، لو ما نحن صلحنا الحكومة القاعدة في السودان، لو ما أخذنا زي المبادرة، الحكومة دي بتلاحقنا بلعناتها ومشاكلها وإرهابها وكل البلاوي بتاعتها ومؤشرات الفساد وإلى آخره في أي حتة احنا قاعدين. فدي الحاجات العامة اللي كنت بحاول إنه أوري. الرؤية يا أخواننا يعني ما رؤية بتاعت فرد. أنا ده أخذت زمام المبادرة لأنه أنا أقود التغيير عبر حبرة الأمل، ترشح رئاسة الجمهورية 2020، نقود التغيير كلنا مع بعض. لكن ما في يد واحدة بتصفق يا أخوانا، ده كلام غلط. أنتوا قاعد تسألوا السؤال الغلط، السؤال بتاع أنه والله في زول واحد عنده كل الأجوبة، ده كأننا we want to fail ourselves. أن إحنا دارين نفشل نفسنا بنفسنا، أن إحنا دارين سيدنا الخضر ولا دارين سيدنا موسى ولا زول معه عصا موسى عشان يحل لنا مشاكلنا. مشاكلنا بنحلها أن إحنا، احنا لو ما تحركنا في مشاكلنا كمجموعه. هسه انا الايفنت اللي عاملينه بتاع محاربه الفساد، قلنا الفساد مسؤوليه منه؟ الفساد مسؤوليه كل الناس، كلنا احنا مسؤوليتنا محاربه الفساد. حننتخب جزء مننا عندهم الخبره وعندهم الرغبه وعندهم الموارد الكافيه، ونحن ندعمه عشان يكافحوا الفساد. لكن مسؤوليتنا كلنا نبلغ في انه والله في حاجه بتاعت فساد هنا، نبلغ عن المفسد. مسؤوليتنا كلها انه نعزل الفاسد اجتماعيا، ما نسلم عليه، ما نمشي له في مناسباته، ما نحترمه، ما نديه قدر وما بيستحقه. الزول ده لانه فساده ده حرم زول حقنه، حرم زول شاش في مستشفى، حرم طفل كراس ولا كتاب في 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 مدرسه. في اطفال بيكونوا قاعدين يا اخواننا الفصل بتاعهم عباره عن السماء والواطه. يعني احنا شفنا فصول في حتات كثيره من السودان يا اخوانا. السودان ده مال الخرطوم، السودان ده مال المدن الكبيره، السودان ده كله بقاع السودان، والكرامه بتاعت البلد والسياده بتاعتها في كل مواطن سوداني ما لاقي حقه. وقلنا قبل كده انه عكس
العكس تماما بتاع الزول اللي بنقول عليه فاقد تربوي ولا زول الجاهل، عكسه ده زول مظلوم، لانه يعني الزول ده ذنبه في رقبتنا نحن، نحن اتعلمنا وثقفنا وشفنا العالم كله، لما اهتمينا وانقلقنا على ذاتنا وبقت مسائلنا كلها يعني انانيه، ومشاكلنا في روحنا دي انه الواحد يعمل له بيت ويعمل له عربيه ويعمل له شغل خاص وباقي البلد تحرق ولا تغرق ما شغلته بها. فاخواننا المساله بتاعت حمله الامل دي، دي مساله لإيغاز ضميرنا الممكن يكون قد نام. انا شخصيا بتكلم هون، ده في ناس بيرسلوا لي بيقول لي يا اخي انت ما خايف من الحكومه؟ والله يعملوا لك العمليه اللي وتقلبها وسلوك ويسودوك وبتاع. يا اخوان انا ما خايف، انا ما خايف لسبب واحد بس، لانه انا ده الشيء اللي حاخسره بيدي والشيء اللي حاكسبه بيدي، وروحي دي بيد الله سبحانه وتعالى. يعني لو في زر والله كان مقدر انه يشيل روحي اللي يشيلها، ما في مشكله، ده كله بقدر الله. لكن انا ده اخلي مستقبلي يكون خربان ومستمر في الخراب بتاعه، وانا يكون حياتي كلها لافي بالمدن والتاشيرات والاقامات والكفله، الكلام ده هوجر بيو، ما دي اخر منا الموت. وانا عندي بلد البوتنشال بتاعه انه ينجح وينمو ويمشي لقدام افضل بكثير جدا من الدول كثيره احنا قاعدين فيها وقاعدين نمشيها. يعني عندنا المورد البشري وعندنا المورد المادي وعندنا الواطه وعندنا المويه وعندنا اي حاجه، وفوق ده كله عندنا تكافل يا اخي، عندنا تراحم وعندنا النفير، الحياه الجميله دي كلها. فانا ما بخاف، اللي بخوفني شنو يعني؟ يعني حيحصل شنو اكثر من الحاصل هسي؟ انه انا اكون من دوله موصومه بانها ثاني افسد دوله في العالم، بحكومه فاشله، برئيس مطالب من محكمه دوليه، بكذب حكومه استمرت الكذب يعني وقاعده يستمر كل يوم. في ناس بيقول لي يا اخي يعني ما تقول في الحكومه، ما تكلم في الحكومه. يا اخي ما اتكلم في الحكومه، طيب انا طيب انا مترشح للرئاسه لشنو اذا ما كنت اتكلم في الحكومه؟ انا موضوعي شنو يعني؟ انا ما موضوعي ده يجرب الناس الزمن يعني في عشان مواعيد الفطور تجي. انا عندي مساله، مشكله رئيسيه، والمشكله دي مشكلتي انا، مشكله كل الناس الموجودين معي. لذلك انا بدعوكم يا اخي، بدعوكم انه الناس تنضم لحمله الامل وانه يشتغل مع بعض، التغيير يحصل على ايدينا. واقسم بالله العظيم يا اخواننا، اي زول يجي يكون مؤهل احسن مني، عنده فرص بتاع النجاح احسن مني، اقسم بالله انا اول زول ادعمه. الموضوع ما انه انور دفع الله يبقى رئيس، الموضوع انه التغيير يحصل في السودان. قبل قريت لي اقتباس رائع جدا جدا من سياسي جزائري بيتكلم عن 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 الانتخابات، هو حيخوض الانتخابات في 2019 في بلده، فبقول كلام انا اقتبسته وقمت عدلت فيه. الكلام ده بالضبط يعني الكيس بتاعنا حاليا، الناس اللي يقول لك انه والله الانتخابات حتكون مخجوجه، والله الانتخابات حتكون مزوره، والله الحكومه دي ما في كوالك. يا اخي ما اصلا هي حد ممكن تتزور وممكن ما في كوالك، لكن دورنا ان احنا شنو؟ نقعد في الشباك نهوهو ولا دورنا نشتغل؟ بيقول الاقتباس كالتالي، بيقول معركه الصندوق الانتخابي من اجل التغيير هي ام المعارك وبها يتحدد كل شيء، لذا قررت خوضها لننتصر أو لنبدأ في تعبيد طريق النصر لغيرنا مستقبلا. المقاطعة والانسحاب ستحولان النظام السياسي الفاسد والظالم الحالي إلى أمر واقع مجددا. ستحولان المقاطعة والانسحاب ستحولان النظام السياسي الفاسد والنظام الحالي الظالم إلى أمر واقع مجددا، وتحريمان الأجيال القادمة من فرصة التغيير إلى أفضل، وهذه الفرصة يمكن اقتناصها الآن. لا يجب أن ننسحب من السياسة الشرعية وجودها، لأن الفعل السياسي يقوم على الإيمان بقدرة الإنسان على التأثير في الوضع القائم إن أراد. نعم نستطيع، الأمر سيان عندي، طال العمر أو قصر، فإن هدفي أن أبلغ الغاية، والغاية هي التغيير في وطن الحبيب السودان إلى الأفضل، أو أن أساعد من سيأتي بعدي على أن يبلغ الغاية. الناس اللي قبلنا يا أخواننا ما ساعدونا أن إحنا إنه نبلغ الغاية، أن إحنا ما جينا لقينا نظام انتخابي موجود، لأنه في 500 مقاطعة الانتخابات حصلت من 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 استغلال السودان لحد الليلة. لحد الليلة ما عندنا دستور دائم بسبة المقاطعة والمقاطعة والمقاطعة. المقاطعة دي يا أخواننا قاعد تفيد نخبة، يعني مجموعة بسيطة جدا جدا من السلبيين، من الناس اللي ممكن يكون ما عندهم أصلا شعبية. ما عندك شعبية انت، عشان الليلة انا انور دافوز انا محتاج اشتغل واشتغل لما زيتي يطلع عشان ابني شعبية. الشعبية ما بتجي ساي، ما انور ده والله حالاته ولا عنده دكتورة ولا ما في زول بيشتغل بيك، انت لازم تقنع ولازم تمشي للناس. واحمد الله سبحانه وتعالى انه انا ده لا عندي يعني ولا طائفية ناس كده حيدوني صوتهم عمياني ولا انا دايرهم زي ديل، لانه التغيير بتاعنا اخواننا لو ما بقى نوعي في السودان حيبقى تغيير كمي. يعني كأنه انا وعمر البشير ما في فرق بيننا،
هيبقى فريق بتاع شنو؟ فريق بتاع مقدار ما نوع. والتغيير اللي احنا عاوزينه تغيير بتاع نوع. يعني انا ده لو حاجه ابقى نسخه مكرمه من عمر بشير تصفيني ما تدوني ولا نص صوت. لو ما انه نزلت برنامج، لو ما انه انا بعمل في حاجه نوعيه بتغيير الواقع للافضل، ما تدوا زول صوتكم لا انور لا غيره، ما فارقه في حاجه يا اخوانا. ده مستقبلكم ومستقبل اولادكم وبناتكم، ما تلعبوا فيه. الجزء الاخير من الاقتباس بيقول: لن ابقى متفرجا او غاضبا كسيح الاراده، لن أعبأ بما ستحشده السلطة من إمكانات بما فيها النيرات الصديقة لتثبيتي أو لتهميشي، لأنني متيقن أننا والشعب السوداني قبل كل شيء، لأنني متيقن أننا سننتصر أو سيكون نصرنا مرجئا، لأنه لا شيء يضيع مع الكفاح. السودان والشعب السوداني قبل كل شيء يا أخوانا، السودان والشعب السوداني قبل كل شيء، وحدة شعوب السودان عماد حياتنا والمجد للوطن. الكلام ده ما يكون كلام ساي بتاع انتخابات وكلام بتاع 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 جوت، الكلام ده يكون كلام من القلب. عشان كده اخواننا القلب ده خلينا الحملة بتاعت خلينا الرمزي بتاع حملة الأمل إن شاء الله. وإن شاء الله ربنا أسمع أسمع يا سلام، أخذ وقتك تماما في إنك تسمع، لكن لما تسمع تكون شايل معك بطاقتك الانتخابية، تكون مسجل. ما ينفع تكون قاعد لي في حتة أصلا أنت وحق لك التصويت. اجتهد في أنك تكون عندك حق التصويت، ونجتهد في أنه يكون الانتخابات دي فيها التصويت إلكترونيا، عشان كل مواطن قاعد في أي مكان في العالم هو مواطن سوداني بيحق له. ما في مواطن، ما في مواطن قاعد في درمان ولا قاعد في بحري ولا في خرطوم عنده الحق في السودان ده أكثر من مواطن قاعد في الفاشر ولا قاعد في 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 توكر ولا في أي حتة. السودان ده لينا كلنا، يشملنا كلنا، تمام. اسمع الاخرين طوالي. انا والله بكون مبسوط جدا جدا انه نشوف. واسي انا بقول لكم يا اخوان انا هون ده مرشح ودائر الناس تدعمني وتقيف معاي والى اخره، لكن بقول لكم في ناس ثانيه مرشحين وناس ممتازين جدا جدا. في اخونا عادل عبد العاطي، في اخونا حمدي محمد حسن، في 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 ليست بتاعت مرشحين دار يترشحوا لرئاسه السودان. انا شخصيا حاكون حريص انه الناس ديل اديهم فرصه بتاعت اعلام في الحمله بتاعتي انا ده، بحيث انه نحن نتعلم منهم ونحن نساعدهم ونحن نسوي، لانه في النهايه يا اخواننا هدفنا واحد. نحن ما بنتنافس عشان نكسر بعض، نحن بنتكامل عشان نزيد بعض، عشان نقوي بعض، لانه في النهايه كلنا كده سودان، كلنا سودانيين. كلنا لما نمشي برا يا اخواننا بعيوننا بنظره واحده. الزول اللي بيحقرك بيحقرك كلكم كسودانيين، الزول اللي بيحترمك بيحترمكم كلكم كسودانيين. ولو فينا زول كويس بيجيب لنا سمعه كويسه، لو فينا زول سيء بيجيب لنا سمعه سيئه. فنحن لازم نحرص على ان نكون مع بعض. اول امبارح في واحد من الشباب بيزعلني بيقول لي يا اخي انه لازم يكونوا الناس مؤهلين وكده. قلت له يا اخي هو ما مؤهل دي مسؤوليه منه؟ دي مسؤوليتنا كدوله وكحكومه وكمجتمع انه ناهل الما مؤهل. احنا ما ممكن نتعامل مع الناس بانه والله يا اخي الزول الكويس بس معانا، الما كويس ما معانا. الزول ده عايل لك ولدك كاخوك يعني. هل انت بتقعد تختار تقول لا والله يا اخي انا الزول الكويس بس ياهل معاي والزول الما كويس ما معاي؟ لا لا لا، احنا كمجتمع واحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. طيب شوف الاسئله لانه قلنا الفيديو ده بتاع اسئله. شكرا لك يا اخوي الوافر، وافر شيخ الدين جبريل، مرحب بكم يا حلوين، مرحب بكم جميعا. والله انا بحبكم والله يا اخوانا، يعني ما اعرف انا اعبر لكم على الكلام ده كيف. انا جد 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 بحبكم. الحمله يا اخوانا والله ظهروا لي فيها ناس صراحه كده خلوني يعني اشعر بالتواضع والله العظيم. يعني اخذنا ام احمد ماخذه جائزه الام المثاليه يعني، قالت لي يعني يعني بندعم الحمله والى اخره وكده وبتاع. وصراحه يعني لما عرفت عنها اكثر شخصيه عظيمه، شخصيه عظيمه جدا جدا. انا وام احمد لو ترشحت للرئاسه انا اول زول بدعمها والله العظيم، اول زول ادعمها يعني. الله يديها الصحه والعافيه ويحفظ لها اولادها ان شاء الله. عدي قال ممكن اكون في حكومه القادمه كوزير يا سعاده الرئيس. يا عدي ممكن تكون في حكومتي القادمه وزير يا انور. ممكن انا ده ذاتي ادعمك انت ده عشان تبقى انت الرئيس وبعدين تشوف الوزراء بتوعونك. المساله دي يا اخواننا التعيين بتاعها بالبروبوزلز. يعني انا بفتكر اي زول دار يقول والله خلينا دار امسك الوزاره بتاعت كده ولا كده، انت ما تنقص من حق نفسك في انه تدي انور الحق في انه يختارك. انت خد نفسك في الموقف القوي، انت اللي بتختار انور عشان بعدين اختار الشخص الافضل. لو كنت انت الافضل يجيبك انت ده.
لو انور الافضل انت هتجيبه، لو انور ما الافضل ما تجيب انور. الكلام ده يا اخوي يكون بالبساطه دي، ما في زول فينا. انا شفته يعني، شفت ناس كتار جدا جدا، الواحد عنده سنس اوف انتايتلمنت، قايل نفسه مولود عشان يحكم الناس. لا لا لا، انا بحاول اجتهد واعمل اللي علي. والله يا اخي لو نجحت عفوا فالتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لو فشلت يا اخي يعني شنو يعني؟ ما هو الفشل ده فشل فوق فشل فوق فشل بتجيب نجاح، ما بالضروري انه يا بس يا تنجح يا خلاص القصه طارت يعني. شكرا لك يا زول غبش، رؤيتك وخطتك الاستراتيجيه تطوير السودان دي حاجه قاعدين نبني فيها. احنا حاليا بدينا بالبرنامج بتاع مكافحه الفساد. مكافحه الفساد هو نمرة واحد لحد نمرة عشرة. مكافحه الفساد ده يا اخواننا حيوفر الميزانيات بتاعت البلد، حيوقف الحروب، حيدعم التعليم، حيدعم الصحه، حيدي الناس يا اخي احساس بالمواطنه. يا اخي انت لما يكون في فساد انت بتحس بانك تطود يعني، مستعد تضحي عشان بلدك ولا مستعد تشتغل لها، بتكون دار تتخارج منها. الفساد ده مشكله مركبه عامله مآسي شديده جدا جدا. فيا اخي البرنامج ده انا ممكن اقول لك السر استراتيجيا في مكافحه الفساد، لحد مكافحه الفساد، لحد ما الثقافه بتاعت مكافحه الفساد تبقى مستوطنه داخل كل واحد فينا. يا اخواننا واحد بيقول عباره، بيقول انه الحكومه الحاليه في السودان يعني عبرت مرحله فساد الاداره الى مرحله اداره الفساد. يعني بقى مهما انت بقيت زول كويس ولا بتاع، لو جابوك خطوك في الحكومه دي ما حتصلح شيء، لانه القصه معجعشه فساد. تاني استأصل الكلام ده من تحت، داني استأصله تماما عشان تاني يعني زول شفته يفكر ألف مرة قبل ما يأخذ له لقمة من طي من من فط من بطن من خشم طفل جاية. أيوة أنا دار أترشح، أنت دار أترشح يا آية، وما شايف إنه فيها عيب يعني. في ناس، في واحد يعني برضو علق لي تعليق إنه من طلب السلطة لا يحق له وقال ما عارف منه تامن حلال كده، أقرأ القرآن يعني. سيدنا يوسف قال يعني طلب من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ الحاكم بتاع مصر، قال له يا اخي اجعلني على خزائن الارض. ده طلب لسلطه يعني، ما في اي حاجه، لا في لفه يمين لا شمال. انت لو كان لو بتؤمن بالقران وبتقرا في الايات وبتفهم وبتاع، بتفهم انه ده اطلب السلطه يعني، شنو المشكله؟ شنو يعني في النهايه ادوك ليها، ادوك ليها ما ادوك ليها، انت طلبتها وما ادوك ليها يعني، يعني زي اخذت لك شاكوش عادي يعني، ما في مشكله. الحملة دي منطلقة من كل السودان، الحملة منطلقة من كل السودان. طيب طبعا في ناس كده اخوان التعليقات المستفزة. انا اقول لكم حاجة جميلة، انا من يوم ما قلت انا اترشح للرئاسة لحد الليلة بيكون يعني اتعلمت صبر في حياتي كلها ما كان عندي. يعني انا كنت زول رياكشن يعني طوال رد الفعل بتاعي طوال، قلت لي يا كلب بقول لك ان عن ابوك يا ابو الى اخره. السي دي بتكون بتكلم في اللايف وتي في ناس تحت بيشتموني، انا ما اعرف دي بقدر اوصفها لكم كيف يعني، زي الزول بدقدق لك في راسك كده في اثناء ما بتحاول انت تحل لك مساله رياضيه وبتستحمل يعني تستحمل. دي حاجه اعتقد انها دي حاجه كويسه ايجابيه في الموضوع بتاع انك تطلع للعامه وتقول لهم انا دار اعمل كده، اي زول ممكن يقول لك اي حاجه يعني. والله يا اخي انا ما حخلي زولي خليني اترشح، انا حقالي حقي في انه اترشح. الترشح للرئاسه طالب انه يعني عنده متطلبات، من ضمنها انك تجيب يعني 15 ألف نفر من 6 ولايات في السودان يوافقوا على انك انت تكون ممثلهم تترشح على رئاسه الجمهوريه او حزب سياسي ولا غيره يعني. ف 15 ألف ده انا بعتقد انه ممكن نصلف خلال الشهر ده، شهر 6 ده يا اخواننا الليله احنا فيه يوم 3 ان شاء الله لحد يوم 30/6 اليوم المشؤوم اللي حصل فيه والانقلاب بتاع عمر البشير ده، يكون ال 15000 نفر ديل في الجروب بتاعنا بتاع اصدقاء ورد فحل ده يكونوا موجودين ويكونوا من ولايات مختلفه وخلاص كده كده. بالنسبه للمفوضيه بتاع الانتخابات ما في حاجه، الحمد لله رب العالمين السجل بتاعي خالي من اي جرائم، لا عندي جريمه بتاع الشرف ولا بتاع ولا متهم من محكمه، لا محكمه في السودان لا محكمه بتاع الجنايات الدوليه، ما في حاجه بتخليني ما اترشح يعني. الملف يا حسين عبد الرحمن علي دينار الحبيب الدكتور، الملف بتاع انه والله لحل ازمات السودان ده كله قاعدين نبني فيه وسع حاليا. هنمشي للناس ونقول لهم يا اخواننا يعني ورونا الحلول بتاعت المشاكل شنو، هيدونا حلول، الحلول دي هنقوم نخضعها لانه الناس كلها تراجعها وتشوفه كده وبتاع. في النهايه بيهمنا بنفس المفهوم بتاع حكومه الظل، انه ناخد بدائل بتاعت حلول. البدائل دي لو فزنا بالرئاسه ونفذناها في ارض الواقع خير،
لو ما فزنا بالرئاسة وفي زول تاني شالها ونفذها خير، لو في زول تاني عنده بدائل تانية يعملها، لكن البدائل بتاعتنا قاعدة عشان الناس يشوفوا والله يا أخي دي كده ودي كده. وتاني حاجة كل حاجة بشفافية، أي حاجة عشان نعمل بشفافية. أنا زول جاي من خلفية بتاع التكنولوجيا، هستخدم التكنولوجيا أفضل استخدام بحيث إنه كل مواطن يكون عنده الحق في إنه يعرف المعلومة وإنه يقول ويوصل صوته كمان. طيب الفساد لكم المحبة يا أخوانا. الحملة محتاجة لدعم مادي طبعا، ما في كلام، أنا هدفع من جيبي، وأي زول عنده مصلحة في إنه يتغير السودان للأفضل يدفع من جيبه، ما في مشكلة يا أخوانا. إحنا ما محتاجين قروش كثيرة، أوريكم نموذج بسيط. في ناس بيقول لي يا أخي أنت الناس ما عارفينك في اسمه شنو ده، في مثلا نقول في القضارف، والناس ما عارفينك في دنقلة، والناس ما عارفينك مثلا في الفاشر وكده. أي نعم ما عارفيني في الفاشر، لكن كده ناخذ الإنترنت دي كأنها السودان. أسا أنا في فيسبوك في صفحة في جروب، الجروب ده اعتبره حي في القضارف، ديم حمد والشاقية في القضارف مثلا، ولا ديم حمد مثلا. الديم ده كأنه في صفحتينا في الفيسبوك، الناس الباقين بهناك ما عارفين الحاصل شنو. انت بلايك وبشير بتوري الناس اللي بهناك، بالتالي انت وفرت لي قروش المفروض انا ادفعها كدعاية لفيسبوك عشان الناس التانيين يعرفوا. انت ده الورد اوف ماوس دي، انك تقول والله في زول ده يترشح للرئاسة. يا اخوانا البديل منه السؤال السخيف ده، البديل منه والله يا اخي في واحد اسمه انور دفع الله ده يترشح للرئاسة، بديل انا ده بديل كده، اخذوني طوال يا اخوانا ما في مشكلة، انا بديل. لو في زول تاني بديل اوكي بديل. فالمسألة بتاعت انه في قروش محتاجين للحملة الانتخابية وبتاع، انت محتاج قروش الحملة الانتخابية عشان توصل نفسك لناس ما بتعرفهم. وانا قلت انه من السخف في مكان انه تدفع قروش يعني لناس ما بتعرفهم، المفروض انك تكرم الناس اللي بتعرفهم على الاقل. يا اخوانا انا بهتم بالناس اللي بيدعموني والناس اللي بيقول لي يعني اوكي، بهتم بهم جدا جدا. يعني دي الناس يعني امنوا بالفكرة بتاعتك، يعني صدقوا انك انت والله فيك بوتنشال، انك فيك بيجي منك يعني. فدي الناس يحترموا وتحبهم جدا وتديهم افضل ما عندك يعني. بنفس القدر الناس الثانيه اللي ما امنوا بالفكره وما ما ما ادوك اصواتهم ولا بتاع بتحبهم برضو، لكن قصدي انه الكرم يعني الزول اللي جاك في بيتك ده ما زي الزول اللي ما جاك في بيتك ولا شنو. فبالتالي يا اخوان القروش الموارد الكبيره اللي احنا دايرينها عشان نعمل اعلانات في الشوارع ولا بتاع دي يعني احنا ممكن نقللها. والناس يا اخي شيروا الفيديو ده اسي يعني، وروا انه والله يا اخي في زول عنده اراء وعنده حمله، والحمله ودي كلها ممكن تشاركوا فيها، ممكن تخطوا البرنامج بتاعه وكده الى اخره. تمام. طيب تاني في سؤال. الله يديكم الصحة والعافية، شكرا لك يا شيخ يا أخي. الله يديك الصحة والعافية. والله يا فيصل شوف الكمال لله وحده، أنت قلت عاوز رئيس متعلم ومثقف ومحترم وممكن تخد كل باقي الصفات الجميلة، من حقك تماما، لكن من المنطقي أنه نعرف أنه نحن بشر يا أخوانا. يا زي قال سيدنا عيسى، من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، وكلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابين. يعني ما في كون انه تصور انه والله في زول كامل ونحن دايرينه، ان احنا بنغش في نفسنا. كل زول باخطائه، اي زول تمشي تفتش الماضي بتاعه حتلقى فيه مشاكل، ما في مشكله. ان احنا اولاد الليله انت قناعتك شنو، مستعد انك تعمل شنو؟ هل انت مؤمن بالديمقراطيه بحقوق الانسان؟ هل مؤمن بالتعدديه الثقافيه بالتداول السلمي للسلطه الى اخره؟ ولا انت من النوع بتاع والله الحس وقوعكم والدائره بالرجال اي شيء سلاح لا لا لا. فانت من حقك تعرف الزول في وضعه الراهن، ما ممكن نمشي نجري نشوف الزول ده في طفولته كان بيعمل شنو بتاعه ونحكم عليه من هناك. انا عمر البشير شخصيا طفولته كان فيها شنو ما بعرف. بهمني جدا انه في الثلاثين سنه اللي فاتت الحاكم فيها السودان دي، انا من يوم عمري 11 سنه لحد ما بقيت 40 سنه ومؤهل وهند الليله دار انافس في رئاسه الجمهوريه، الزول ده حاكم شفته يعني، شفت الكذب على اصوله يعني، شفته في كل الحتات يعني. وما بعتقد انه المفروض ياخذ اي فرصه ثانيه لانه يعمل اي شيء يعني. الحاجه اللي ما قدر يعملها في 30 سنه ومعه سلطه مطلقه ما حيقدر يعمل لنا بالديمقراطيه وفي معارضه يعني حقيقيه يعني. طيب والله يا هارون طبعا كده خد سؤالك ده بصوره صحيحه عشان 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 ما يكون في كونفيوجن. الله يديكم الصحه والعافيه يا اخواننا. طبعا كالتالي الاولويات بتاعتي شنو؟ انا الاولويات بتاعتي انا نور فتح الرحمن احمد ضفع الله لو بقيت رئيس وعندي السلطه وعندي السي، الاولويات كالتالي: نمره واحد ايقاف الحروب. الحروب في السودان لازم تقيف، لأنه إيقاف الحروب
مكلف بصوره كبيره. انا احنا بنقول انه 70% ل 75% من الميزانيه بتاع السودان بتمشي للامن والدفاع، انا بسميها للا امن والهجوم، بمعنى انه الميزانيه اللي قاعدين ندفعها نحن كل سنه دي لا قاعد تجيب لنا امن، وان احنا ديل المواطنين قاعدين نهاجم، قاعدين نتضرر منها. بالتالي الميزانيه دي لا امن وهجوم على مواطنين سودانيين تانين، حرب مستمره طوالي، في كميه بتاع السماسره بيشتغلوا في تجاره الاسلحه وبيشتغلوا في ثقافه التخويف، يقول لك ما عارف شنو حيجوكم، والله التمرد ده وكان حيجي داخل الخرطوم، يا اخي ما يجي داخل الخرطوم، مواطن سوداني يجي داخل الخرطوم، خليه يجي داخل الخرطوم، مالك وماله يعني. لو ما انت اصلا مجرم ما بتخاف منه، لو الناس قاعده وبتتفاوض وتتحاور ما بتخاف منه، ما في شيء بيخلي مواطن سوداني يخاف من مواطن سوداني ثاني، زي ما في شيء بيخلي مواطن سويسري يخاف من مواطن سويسري، ولا مواطن كوري ما يخاف من يعني احنا كلنا السودان ده بلدنا يعني. يا اخوانا في دول كثيره فيها تنوع يعني، يعني قبائل واديان وبتاع، الهندي دي فيها مليون الف نفر، ما في شيء بيخلي مواطن هندي يخاف من مواطن هندي الا ثقافه الحرب. الناس اللي بروجوا ثقافه الحرب دي المستفيدين منها، العسكريين اللي قاعدين في السلطه دي الماسكين زمام الامور، من مصلحتهم انه يزرعوا ويستثمروا في تخويف الناس. يعني احنا نخاف، كل واحد فينا يخاف من الثاني، كل واحد يقول لك والله ده ما اعرف ده امنجي وده شنو وده شنو. دي الحته اللي هم بيقدروا ديفايد اند كونكور، يعني فرق تسد، دي الحته اللي بيقدروا يسودونا فيها. لكن احنا لو قمنا غيرنا قواعد اللعبه باننا امتلكنا زمام المبادره، ما في زول بيقدر يغشنا، ما بنتغشى لزول. فنمره واحد ايقاف الحروب، ايقاف الحروب بعده بيجي تحقيق السلام، تحقيق السلام بعده الصحه، البنيه الاساسيه للصحه. نمره أربعة التعليم والبحث العلمي، دي الحاجات يا أخواننا الشايفون أنا دي الضرورات الملحة. طبعا القصة بتاعت الإيقاف الحربي دي جواها داخل الفساد، مكافحة الفساد، لأنه كمية بتاعت فساد هسه حاليا بيحصل باسم الحرب، كمية بتاعت فساد بيحصل باسم الحرب، لأنه ما في يعني يقول لك إنه والله يا أخي لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وبالتالي العسكري والضابط والهناي ديل عندهم زي يقولوا السلطة وفوق القانون، ودي مشكلة، ده فساد. بالتالي احنا نقوم نحول الحاجات دي كلها لحاجة خدمية، تمام. واحدة بتسأل قالت رؤيتي لتطبيق الدين. اخوانا كيف ما في دين؟ اصل احنا ما عايشين دين كويس. انا عشت وزرت زي 17 دولة اخوانا حول العالم، من ضمنها تركيا ومن ضمنها ماليزيا. لو انتوا تركيا وماليزيا ديل دول اسلاميه وكاربه ونافع معاكم، نمشي بالنهج بتاعهم. اللي عنده اي مشكله في الدين بتاع تركيا وماليزيا ممكن يتفاهم في وقت تاني، لكن انا شايف انه ديل الاثنين دول اسلاميه وامورهم ماشيه تمام، خلونا نركز في الاثنين ديل، تركيا وماليزيا. اوكي، رايك شنو في تطبيق الدين؟ الدين ده ما هو ذاته الحته اللي بياكلوا بها الحنك الحراميه ديل. راح يدخلك الجامع يمشي يخش السوق سفسفك، تمام. يا اخوان الله يديكم الصحه والعافيه، انا ما دار اطول اللايف اكتر من كده على اساس انه يبقى يعني حاجه قابله لانه يحضروا الناس التانين، وده الجزء الاول. انا متوفر حمله الامل، حمله الرئاسه للرئاسه الجمهوريه 2020، يا اخواننا انضموا لها. انا بطلب منكم مساعدتكم، بطلب منكم تاييدكم ودعمكم، بطلب منكم انكم تطرحوا الاسئله، بطلب منكم انكم تنتقدوني. انا ده ما منزع عن الخطا ولا انسان كامل، بالعكس انا بقول لكم الحاجه الوحيده اللي اكدوها 100% انه والله يا اخواننا بحب السودان والسودانيين، ولانكم تستحقوا هذا. والله من وراء القصد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.